اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن في هذه اللحظات بدات البعثه تتوافد على مطار القاهره الدولي استعدادا ان شاء الله الى السفر للمغرب ان شاء الله لخوض منافسات كاس العالم للانديه. استاذ محمود كان طرح جزئيه مهمه جدا، ويمكن عايز اقول لكم يمكن والله رسائل كثيره جدا على مساله نقل مباريات البطوله والبطوله هتذاع فين. هنشوف اكيد الكلام ده خلال الساعات اللي جايه، ولكن ممكن يكون عندنا اجابه او معلومه في هذه اللحظات، لان عندنا تفاصيل كتير وكلام كتير. اكيد يعني مفيش افضل من ان احنا نسمع كل التفاصيل دي من معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب. معالي السفير تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ محمود صبري والاستاذ جمال الزهيري لحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك معالي السفير؟ اهلا معالي السفير. الحمد لله يا فندم. شكرا. معالي السفير، يمكن حدث رياضي مهم جدا هتنظمه المملكه المغربيه بدءا من الاربعاء المقبل وحتى 11 من شهر فبراير. يعني عايزين نعرف استعدادات المغرب وتواصل حضرتك اكيد مع الجامعه الملكيه واللجنه المنظمه المحليه واخر الترتيبات لاستقبال بعثه فريق النادي الاهلي مساء اليوم في مطار طنجه باذن الله. هو حدث صحيح، هو حدث كبير جدا طبعا، حدث دولي كبير طبعا جدا، والمغرب استعدت له استعداد كبير جدا بخصوص الملاعب بخصوص الاستقبالات وكل ما يتعلق بالترتيبات الخاصه بالفرق الرياضيه، وطبعا خاصه الفرق العربيه يعني سواء الاهلي او لو في كره عربيه ثانيه طبعا في اهتمام كبير جدا جدا بيهم. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي كان على اتصال بالسفاره، وايضا كنا على اتصال بالجامعه الملكيه اتحاد الكره المغربي ومع كل السلطات المغربيه. وبالتالي النهارده ان شاء الله يعني مطار طنجه هي الطياره الخاصه للنادي الاهلي ان شاء الله هتهبط مباشره في مطار طنجه اللي هو على بعد تقريبا اكثر من 300 كيلو من العاصمه الرباط لاستعدادات كامله لاستقبال بعثه النادي الاهلي والسلطات المغربيه واتحاد الكره المغربي، وستنتقل البعثه ان شاء الله من المطار على محل الاقامه. في تطوان ان شاء الله. في تطوان ان شاء الله، لانه ملعب الكوره اللي الفريق هيتمرن عليه ان شاء الله هيتقطر. اكيد. طيب الجزء المتعلق بالحضور الجماهيري والجاليه المصريه في المغرب، انا طبعا بتكلم على الحضور الجماهيري لان اكيد السفاره المصريه متابعه هذا الامر، سواء في جماهير مصريه هتيجي من القاهره الى المغرب او حتى لو في جاليه مصريه مقيمه في المغرب. في ترتيبات او امور بيتم التنسيق فيها مع اللجنه المنظمه المحليه في المغرب، ولا اخر الاخبار ايه بخصوص الجماهير اللي ممكن تحضر البطوله ان شاء الله؟ هو احنا على تواصل مع جمعيه الجاليه في المغرب، جمعيه مصر. ان شاء الله هيبقى في استقبال من الجاليه النهارده لبعثة النادي الاهلي، يعني جماهير انتقلت من مدن المغرب المختلفه عشان تكون في طنجه عشان تستقبل بعثة النادي الاهلي، وبنرتب مع جمعيه الجاليه عشان ان شاء الله الجماهير تحضر يوم 1 فبراير وتآزر النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. يعني بنحاول نعبق كده يعني الجاليه ان شاء الله بحيث يبقى في حضور يوفر النادي الاهلي في الماتش ان شاء الله. اعتقد كمان اسعار التذاكر الحمد لله يمكن بسيطه، بنتكلم في 50 درهم فما فيش ازمه في مساله اسعار التذاكر يعني. صحيح، يعني اعتقد من 50 ل 100 درهم، وده يعني حتى بالجنيه المصري حوالي مثلا 150 ل 250 جنيه مصري المتاحه على اونلاين، وما فيش مشكله خالص بالنسبه لي. صحيح. أكيد. طب حضرتك كنت معايا طبعا برضو على التليفون، يمكن قدامنا هي لقطات حصرية لبعثة فريق النادي الأهلي في المطار المهندس خالد بورتاجل كابتن محمد الشناوي. طيب معالي السفير، برضو في جزئية تانية مهمة ومتعلقة بالترتيبات، فكرة التحرك من طنجة لتطوان ثم العودة لطنجة وإمكانية إن شاء الله لو الأهلي تأهل لنصف النهائي التواجد في الرباط. أكيد في ترتيبات بحضرتك بتعملها كمان مع المسؤولين في المغرب بحيث إن شاء الله كل الأمور تبقى ماشية بشكل إيجابي جدا. هل في معوقات ولا الأمور كلها الحمد لله ماشية بشكل كويس جدا؟ لا، هو حضرتك لغايه دلوقتي الامور ماشيه كويس جدا، الجانب المغربي متعاون جدا جدا، موفر كل الامكانيات. وطبعا ده برضو مبدا المعامله بمثل، احنا برضو يعني احنا برضو بلد مضيافه جدا وشعب مضياف، بالتالي احنا كمان بنقابل كل الكرم بكرم مماثل طبعا لما يبقى في فرق مغربيه او بطوله بنظمها في مصر. ولكن المسافه من طنجه لتطوان مش كبيره، يعني نتكلم يعني اعتقد حوالي 60 كيلو، وبالتالي بالاتوبيس بالباص بيبقى الامور مرتاحه. وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يستقر في تطوان البعثه، الملعب بالتدريب في تطوان، ويوم الماتش هينتقل من تطوان لطنجه برضه بالاتوبيس بكل الاستعدادات بكل التامين اللازم ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يفوز باول ماتش، وبعد كده ينتقل ان شاء الله للعاصمه الرباط، والمسافه حوالي 300 كيلو ان شاء الله من طنجه للرباط. طيب وقتها السفر هيبقى بطيران داخلي ولا هتبقى بالحافله عادي؟ والله حضرتك انا لسه ما يعني لسه الترتيبات دي تحتاج
ترتيب مع النادي الاهلي بس. اكيد اكيد مع حد تاني، هشوف البعثه النادي الاهلي يتفضل ايه وهنعمله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب استاذ محمود، استاذ جمال، لو في اي سؤال للمعالي السفير. خلاص بقى. لا تحياتنا يا فندم، وان شاء الله يكون النادي الاهلي كالعاده خير سفير للكره المصريه في وجودكم طبعا. انا متاكد. لا لا انا متاكد من كده، والحب الجماهير المغربيه للنادي الاهلي طبعا جاليه كلها وراء النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يبقى خير سفير للكره المصريه ان شاء الله. مش هنحرج حضرتك ونسالك اهلاوي ولا زمالكاوي. السؤال انت تمثل مصر كلها. اهلاوي اهلاوي اهلاوي. طيب تمام علي السفير. طيب اخر سؤال، وهو متعلق باخر اتصال تم من الكابتن محمود الخطيب لحضرتك او المهندس خالد مرتجي منسق البعثه، كان النهارده مثلا او امبارح، وكانت ايه ابرز مثلا المعلومات او التفاصيل اللي اتكلمتوا فيها بخصوص استقبال البعثه؟ هو احنا هنتواصل على طول سواء مع يعني المهندس خالد مرتجي او مع الكابتن سمير عدلي. كل يوم كنا بنتكلم بصراحه، وكان الامور خاصه سواء اول بالنسبه لتاشيرات البعثه او بالنسبه للاستعدادات، وبالتالي يعني كل يوم كان ينزل في تليفون مع احد من اعضاء البعثه اللي جايين ان شاء الله باذن الله. معالي السفير ياسر عثمان سفير مصر في المملكه المغربيه، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل التوفيق يا رب لطاقم السفاره وافراد السفاره. كالعاده يمكن السفاره المصريه في اي مكان في العالم بتبقى خير سفير للمصريين، ودايما احنا يعني حتى كبعثه اعلاميه بيت المصريين. واستاذ محمود او استاذ جمال يمكن سافروا كتير وعارفين بايه.